أصدقائي المشاهدين، أمسية سعيدة وأهلا بكم بلقاء اليوم. البصرة مدينة الحب ومدينة الجمال ومدينة النخيل. لهذه المدينة حكاية حب رائعة مع الغناء والموسيقى. تفاصيل هذه الحكاية ممكن نعرفها من خلال مجموعة أصوات ملت الدنيا بالفرح والغناء والطرب. بعض أصحاب هذه الأصوات غاب عن سماء الطرب، والبعض الآخر ما زال يواصل العطاء، ومنهم ضيفة برنامجنا المطربة المحبوبة وحيدة خليل. فأهلا ومرحبا بأم حكمت. شكرا شكرا. يا هلا بك يا أم حكمت. شلونك أنت؟ ولو أني سلمت عليك قبل ما ندخل، بس هذا سلام نيابة عن المشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا أم حكمت. نعم. لكل فنان مع البداية إلى حكاية. طبعا. بس احنا قبل ما نعرف الحكاية اريد اعرف البطاقة الشخصية لوحيدة خليل، شو تقول؟ الف والله اسمي الحقيقي مريم عبد الله جمعة، ملقبة وحيدة خليل. اني مولودة بالبصرة، واهلي كلهم يعني احنا من البصرة بصاروة، فعشت بالبصرة. تاريخ الولادة ما قلتي لي؟ تاريخ والله ما اعرفه. زين نعوفه. ما ببالي تعرفين. طيب اذا نرجع لمريم. نعم. مريم ايش؟ مريم عبد الله. مريم عبد الله. نعم. الصبيه اللي اسمها مريم عبد الله. نعم. بيش تاثرت؟ اكو مؤثرات معينه اثرت عليها وبعدين رسمت حياتها الفنيه يمكن؟ يعني تقصدين كبيما تاثرتي، يعني اكو شخص معين تاثرتي به؟ كيف بديتي تحبين الفن؟ من ناحيه الفن. نعم. والله اني كنت طفله، ولو هاي الحكايه تكررت عده مرات، يعني ناس قالوها ما ادري، لكن والله هي هاي الحقيقه. فقي والله وحياه اولادي ما احكي الا الصحيح. لا تمام. احنا طبعا البصره بالاول ما كانت فرق موسيقيه وفنانات وفنانين، يعني قله كلش. فدائما الناس يعتمدون على فرق مغنيين وعدهم ولد يلبسوه هدوم بدلات مثل ما البنات يرقص. شو يسموها الفرقة هاي؟ هاي الفرقة يسموها الخشابة. لا زال موجودة؟ موجودة، لا زالت في البصرة بالزوير. دائما يدعوهم للأعراس، وهاي الفرق ما كانت تاخذ أجور، بس يدعوهم يسوي لهم عشاء، بس يجون هم كيفشية، يجون يدقون من أول الليل إلى أن ينطر الفجر. فطبعا احنا اهلي يدعوهم ويرحون هيك حفلات الاصدقاء والقرايب، فاروح وياهم. اني شو اني حسيت نفسي اني يعجبني اسمع هالمره، وين ما يصير مكان ارس وراهم، يعني اني اروح. وكانت جديتي الله يرحمها، اهلي ما مدعوين، اني اتوسل بجديتي اقولها فدوى جده امشي وياي في سبيل اريد اروح اسمع. طيب ست وحيده. نعم. جديتك الله يرحمها كانت تحب الطرب، تحب الغناء؟ والله هذول ما كانوا بعيدين عن الوسط، يعني الطرب وشيء، بس اصواتهم كانت حلوه. حلوه. فكانت تأدي؟ كانت تعدد. تعدد. عندها اخ ميت وهي كانت خياطه الشيرز صوايه شد الورد مال الاول، وابي يسموها الخياطه. فهي خطيه من كانت تقعد تخيط وتقوم تعدد تعدد، بس شفت الا قالت الفوطتها هيك على وجهها وقامت تبكي. فاني كنت اجي يمها تسمعي اسمعها وابكي وياها واحفظ هاي الكلمات. اني بيا طبع احفظ بسرعه وبطيئه النسيان. عظيم. كلش بطيئه النسيان، احفظ بسرعه كنت. فاني حافظه هذا الدليلول وسجلته اتصور. كانوا يقولون هذا منين حافظته؟ من مطربة كانت بالسابق اسمها جليلة. قلت لهم والله أنا جليلة هاي مو بزماني ولا شايفتها الآن، بس هذا الدليل الآن تعلمته من بيبيتي وسجلت. كان شائع بين النساء يعني؟ نعم. طيب تتذكرين شيء من الدليل اللي كنت تسمعيه من جديتك؟ طبعا خلنا نسمع شوية فتشي من الدليل. كانت تقول لأن شاب أخوها، تقول طب ببيتنا الصبي اللي يغني. طبعا بلحن اعتقد. طبعا بلحن. فنسمع بس اتصور هذا كلش مؤثر.
وأني ما أريد أظن أأثر الجمهور فما أريد أقهرهم. يعني مؤلم الكلام مؤلم اللي بيه، فلذلك اللحن مؤلم. حتى أحيانا من أدي أني هاي الأسطوانة سجلتها أني بكيت وخربت الأسطوانة عادوها، ومرة منهم بكى خضر الياس أبو الناي وشمر الناي بالأرض، قال أني لا أسجل ولا عندي شغل، بنص الأسطوانة قام ينحب ويبكي. تقول طب ببيتنا أصبي لي غني وشراشي بشفيته عمني عريس والشوباش مني. فهذا كانت تعدد على الأخوة. تفضل ياس. فرق الخشابة، نعم، قلتي بأنه بديتي تلاحقيهم في أي حفلة في أي عرس؟ نعم. في أي كانت من يصير عرس سبق وقلنا أروح ويا جديتي، وآني كانوا يخلون أحيانا حصران قاطع بين الرجال، ما يقعدون مثل هسه طبعا خلطوا هذا صفحة للرياجيل وصفحة للنساء، فأني فاتحة فد طريق منفذ، يعني منفذ حتى أتفرج. أتصوري الناس يرحون وجديتي تنعس تتوسل بي، ماما امشي نروح للبيت الله يخليك، أني أتوسل بها أقولها بعد ابقي. تقوم خطية تخلي إيدها جوا راسها وتتغطى بعبايتها وتنام، وأني أبقى إلى أن يطر الفجر، إلى أن ينتهون كلش. فشي غنون أني كنت أحفظ شي غنون في غنون، كانت في وقتها عدة أغاني، بس اللي أتذكر جوزي تجوز علي هاي الأغنية كانت شايعة دينار يا ناس، وأكو ما مش لزوم هاي أغنية اللخ، وأي أغاني كانت حافظة هاي الأغاني بس قسم نسيتها يعني. واللي تتذكري منه؟ أتذكر أغنية ما مش لزوم، والخشابة كانوا وين ما يقعدون أحيانا يجيبوهم من العصر ويبقون لي الفجر. نعم، أني مسوية فرق من البنات صديقاتي. هاي المرحلة بعدين جتي مرحلة تكوين فرقة يعني مع؟ لا، هي في ذاك الوقت اللي أني يعجبني الغناء قمت أحس بي. أني هم قلت أسوي فرقة وأدق دنبك وتعلمت ضرب الدنبك، وأني كنت الكاسورة يعني الرئيسة، رئيسة الفرقة اللي يكسر يدق، وذولاك بس يلزمون الوحدة. فخالت لي فرقة شي غنون الخشابة أني حافظت. حتى في يوم أتذكر الخشابة كانوا يدقون وأني صنطت سمعت أغنيتهم، قلت لهم يلا بنات شيلوا، شالوا ذنابك صغار من الجهال، وغنيت نفس الأغنية. يا أغنية كانت ما تتذكري؟ أتذكرها. حتى اجى رئيس الفرقه قال يا معودين هسه احنا شلون تالي وياكم نقوم نروح، ما تسكتون هالمجموعه هذه، خل تسكت سكتوا بالله. فاتذكر شويه منها. ما مش لزوم الليله والله، ما مش لزوم الليله والله، ولا باين ولا شرى، يمكن يصادف يوم فراغ، ما مش لزوم ما مش لزوم. الله الله. شفت يمشي بدرب الله يعثر واقول له اسم الله، شفت يمشي بدرب الله يعثر واقول له اسم الله، سموا الولد عبد الله، ما مش لزوم ما مش هلا هلا. الله. كونتي فرقة أطفال؟ نعم. شلون كونتي همين جماعتي البنات؟ شلون البنات طبعا صرفتوا على الفرقة؟ الجيران هذولا دائما كيف يعرفون أنا شوية أغني، الصوري كلهم ورايا وين ما أروح وين ما أمشي هذولا لحقيني، فأني أهلي شينطوني مصروف، وأني كنت يوميتك يعني يوميتي، وأني كنت مدللة في وقتها لأن أني هالوحدة الأهلي لا عندي أخوت ولا أخ، فكانوا طبعا وأهلي شوية حالتهم يعني كانت زينة،
وأني هالوحدة ومدللة ينطوني مصروف طبعا أزيد من بقية الجهال. فأني هذا المصروف مالي أجي كله أصرفه على البنات على أعضاء الفرقة. طبعا على أعضاء الفرقة يعني يشردون يشربون مثلا بارد أو حامض حلو أو غيره. أنا كنت أشتري لهم أني باعتبار أني رئيستهم ورأسهم. طيب ست وحيدة، مع الفرقة تعلمتي العزف على الطبلة؟ طبعا. كيف تعلمتي العزف؟ تعلمت لأن أشوفهم وأنا كنت رئيسة الفرقة. يعني مجرد تشوفين فرق الخشابة وهم يعزفون؟ طبعا أروح أشتري أشتري طبول وأظل أسوي بروفات بالبيت أدق مع الفرقة. هم يعني شقد يقولوا لي البنات ايش تلعبين، نلعب مثلا ختيلة أنا أمكم، كنت أقولهم لا أندق دمكم ونغني. طيب أنا سمعت بأنه مع الفرقة الصغيرة بديتي ترحين الحفلات وتنافسين الخشابة وتدخلين إلى أي حفلة وهم يغنون وانت تغنين. نعم. هاي الحادثة تفاصيلها شنو؟ طبعا هذه قمت أحفظ أغانيهم وشي يغنون قمت أسوي بالعناد أي أغنية يغنوها أنا حافظتها، أنا هم أغني والبنات يردون وياي ونفس الصف وقمارة الخشابة، فهذولا يضايقون طبعا أنا منا وهذولا منا. عشان يجي رئيس الفرقة يقول يابا لسكتوا هالمجموعة حتى نعرف نشتغل، أنا ما أقدر أشتغل ويا هذه. هذه طيب جدتي. الجمهور كيف كان يستقبلكم بالحفلات وأنتم مجموعة أطفال؟ إحنا أطفال ويا النسوان طبعا، هاي النسوان كلهم يعوفون بعد الخشابة يلتمون يمنا يتفرجون علينا إحنا ويطبقون قسم همينا يطبقون ويانا شانوا يبدون يغنون وياك ويا النسوان يصبقون. طيب ست وحيدة، المغنين اللي كانوا مشهورين بذاك الوقت تذكريهم؟ والله ما أتذكر أنا، بس كنت أشوف الخشابة. غير الخشابة ماكو وكانوا فرق مثلا فرق يعني نسائية هذول الدقاقات يسمونهم كانوا يدقون وهم نفس الشيء يغنون الأغاني اللي غنوها الخشابة. الخشابة نعم. طيب هاي المرحلة الأولى، بعدها شنو اللي صار؟ والله بعدها طبعا أنا السينما زوجة. مثلا السينما ما كنتي ترحين تشوفين أفلام بالسينما؟ أروح جنت أفلام السينما كنت هواية أحب السينما وهواية كنت متعلقة بالمرحومة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وليلى مراد. ليلى مراد صوتها يعني هو صوتها من قاعة بموسيقى، صوتها موسيقي كلش ويعجبني. فكنت أروح أشتري دفتر الأغاني أحفظ الكلام أقرأ وبعدين أروح بالسينما وأسمع اللحن. شوفين الفيلم وتشوفين الأغاني أجي للبيت أطبق. يعني أنا ما كانت شغلتي اللي شاغلتني بكل شيء ما عندي إلا الغنى والطرب. الأغاني اللي غنيتيها تذكرين طبعا الأغاني الأفلام اللي شفتيها؟ والله شفت طبعا الأفلام وردة البيضاء وما أدري بعد أفلام هواية وكنت حافظة أغاني أم كلثوم. ظلموني الناس بدي. أنا في انتظارك بعد يعني هواية من الأغاني. ليلى مراد، ليلى مراد حافظت لها احنا الاثنين والعين في العين وبعدين حافظه يا ما نسي. والاغنيه اللي راح نسمعها انت تختاريها اما ليلى مراد اما الام كلثوم؟ ليلى مراد اتصور. فاي اغنيه راح تختارين؟ يا ما نسي. بدي يا لما يداعب خيالي يا ما أرى النسيم لما خلاني وحدي
أهيم واسبح في وادي الأماني، الجو رايق وصافي والبحر موجو يوافي، الجو رايق وصافي والبحر موجو يوافي، طلبوا الحنين للبر ترلم والبر عنه بعيد، فضل يهيم في البحر والشوق في قلبه يزيد، ولما جه شط الهادئ ريح قلبه ويوشوش الرمل نادي وشك غلبه، ترى لا 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 رم الشمس عند الأصيل، ترى لا 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 رم رخي شعور الذهب تسبي العيون، والغام بلونه الجميل خلاني وحدي وحدي أهيم وأسبح في وادي الأماني. يقال كان في بيتكم جرامافون. نعم. وكانت الطفلة مريم، نعم، الصبية مريم، نعم، تحب تسمع أسطوانات بكل اللغات. نعم. منو جاب الجرامافون للبيت؟ يا ستي كان عندنا جرامافون واسطوانات. منو اللي جابه للبيت؟ طبعا والدي. كان يحب يسمع ايضا والدي يحب يسمع طرب. عنده روح فنيه بس طبعا هذا مخفي. يحب يسمع دائما اغاني. دخلت الاسطوانات للبيت. دخلت الاسطوانات. كانت فرصه حتى انت تسمعين. طبعا جرامافون بالبيت بعد كلتنا وقت اللي هو ما موجود، انا اجي اسمع. سمعت من بين الاسطوانات أغنية هندية. يعني ما أعرف هندي. عجبني عجبني اللحن. فهاي من بعدين غنيت قسم من الأغنية أنا حافظتها، كنت أغنيها كلها بس نسيتها. وشنو معناها ما أعرفه. حافظة حفظ. فمن بعدين سألت ناس يعني يعرفون هندي، قلت لهم هاي شنو معناها؟ قالوا هذه معناها أيام الناس تروح للحج. أغنية دينية يعني. أغنية دينية. وهذا الشخص كلهم راحوا وهو ظروفه ما ساعدته، ما أعرف ما كان عنده فلوس في وقته يروح قطية، فمغني يقول قافلة شلقيا يا محمد تنهالو مدينيكا بتشالو، يعني العفو الجمهور يسمعني ترى ويقولون اللي أنا أقول ما أعرف معناها هالقد. قافلة شلقيا يا محمد تنهالو مدينك فتشالو، مدينة مجا مرا مولا مولا، مدينة مجا مرا مولا مولا. أغني طبعا دشت بالعربي وتجي بستة وراها بالإيراني. حلو، تحبين أسمعك؟ ضروري. أما أنا ما 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 أنا لك أشتكي يا سائلان عن حالتي، دمعي شرابي
طول دهري مرغمة خدايا من أنا أن شكوت فإنني في وحدتي حيرة ولست أجد للجرح عندي مرهمة جانما بالله قل لي ما حياتي وحيدة في الكون تائهة وإن نجمي سما أمان أمان بعد هاي مرحلة الصبا شنو اللي صار مع وحيدة خليل؟ والله بعدين تزوجت. مرحلة الزواج. الزواج. وجبت ولد. ومن بعدين قسمة ونصيب. ما انسجمنا بالأخير. بس زوجي اللي زوجته كان عنده روح فنية. إذا كان حافز. هو كان موظف بأحد دوائر الحكومة وكان مهندس أيضا وعنده روح فنية. يعني أحيانا يجي أنا أغني بالبيت أغني ما بطلت الغناء أبدا. يجي عندي لا الأطفال ولا مشاغل البيت خلتك يعني خل ما بيتش عندي الغناء هذا الشيء المفضل عندي. فيجي يفتح الباب بالمفتاح يواش يسمعني أغني أكمل ما أشوف إلا التصفيق البراي ألتفت أشوفه. إذا كان عامل يعني نعم. شجع نعم. فأني قلت لش بعد منها لأن عبدت السينمات بعد أروح أميلة للسينمات وظل أحفظ بعد. الحاصل العفو إحنا انفصلنا. طيب تعتقدين انفصلتوا بسبب انهماكك بحب الفن؟ تتصورين هذا لا كان سبب ولا أسباب لا بعيدة يعني؟ لا أسباب بعيدة عن هذا الوسط عن هالشيء هذا. طيب فطبعا أني يعني هوايتي الفن والغنى. فأني لما انفصلت من زوجي يعني مثل واحد كان بقفص وأنا من كنت عن زوجي كنت أتمنى أقول أتمنى يجي يوم أوقف على خشبة المسرح وأغني وجمهور يسمعني. يعني هاي كانت أمنيتي. فلما حكمة هاي الأحداث كلها إحنا بالبصرة بعد. نعم بالبصرة. فشفت أجا وقت المناسب لأظهر الفن ومثل ما يقولون أحقق أمنيتي. فلما انفصلنا أنا قررت أدخل فنان. بعدين كل شيء سبب يعني أدنى جيراننا يعرفون أني صوتي حلو يصير عندهم مثلا مناسبة عيد ميلاد شيء كل يغنون أني همي أنا أغني فيعرفون. قعد الرجال قال لي بنتي أني أنصحك تدخلين فنانة أنت هالصوت الجميل استغلي فتستغلي وهذا خلي يسمعوا الناس. اخترتي اسم وحيدة خلي نعم لأني أنا ما عندي لا أخت ولا أخ فتهيأ لي أنا بالدنيا بقيت وحيدة فريدة فقلت اختاريت هذا الاسم وحيدة. طيب ست وحيدة في هالفترة ما كان عندك أغنية خاصة لو تغنين؟ لا بقيت تغنين بقيت أغني أغاني المرحومة سليمة مراد وكنت أغني كل شيء أغني مصري أغني عراقي أغني بس ريفي ما كنت أعرف أغني لحد الآن. أنت تغنين كل ما يخطر كل ما يخطر أغاني المطربين مثلا سليمة مراد إيش غنيتي تتذكرين؟ غنيت أو خلي نقول الاختبار اللي اجتزتيه بجدارة طبعا المدير إجا سمعني قال له باكر خل تجي تقدم للإذاعة وهي ناجحة من هذا التاريخ لأن أنا سمعتها. كانت قبل لجنة خمس ست نفرات فحص كان من جملة باللجنة الأستاذ هاشم رجب
وبعد والله ما تتذكرين أسماء؟ لا أتذكر الباقي. فأني أغني وهم أكو جام يفصل بيننا بالكونترول، يعني الكونترول هم قاعدين منك وإحنا مننا، يسووا لي إيه شيء، ينطوني إشارة يعني برافو. الحاصل يعني نجحت، إحنا دخلنا ما أدري والله هم كانوا بعد وياي ثلاثة أربعة. تذكرين المطربين اللي إجوا يختبرون بنفس الوقت؟ ما أعرفهم، ما اشتهر واحد منهم يعني أو مطربة؟ لا ما قبلوهم، ما قبلوهم. أنت الوحيدة اللي انقبلت؟ أنا انقبلت نعم، بقيتي وحيدة. وأتصور من قسم الكردي انقبلوا قسم من الرياجي. فجيت الإذاعة، كانت الحفلات مو في دوتيب، حي حل حي كل حي يعني ما مسجلة، كل حي حي. أم حكمة نتوقف عند دخولك للإذاعة. نعم. دخلتي الإذاعة وتقدمتي للاختبار واشتستي الامتحان. نعم. تتذكرين الأغنية اللي قدمتيها بالاختبار؟ حتما أغنية لا يمكن تنسيها في يوم من الأيام، لأن أول شيء تقدمي الإذاعة. نعم والله قدمت أغنية سليمة مراد، الروح ما تقبل ملامة. نسمع ناسيتها والله شوية منها. شوية ما يخالف. وأغنية كانت بعدين هذه الأغنية مال الأستاذ ناغم نعيم، هذا أول لحن يعني. نعم هذا أول لحن غنيت لأغنية. الروح ما تقبل ملامة، والعاذل عندي حرام. الروح ما تقبل ملامة، والعاذل عندي حرام. والعشق نور وسلامة، والعشق نور وسلامة. يهدي للروح السلام، يهدي للروح السلام. حلو حلو حلو. وحيدة خليل أصبحت مطربة محترفة. نعم في هذا الوقت حد دخول الإذاعة واجتياز الامتحان، وأصبحت إحدى مطربات الإذاعة. نعم. أنت لحد هالوقت كنت مغنية كل الألوان. نعم. شلون صار الاتفاق على انه وحيدة خليل تأدي الأغاني الريفية وتختص بالغناء الريفي؟ اقول لك، اني لما اجيت ودخلت بالإذاعة طبعا اجوني الاخوان الملحنين، دزينا عليهم، اتصلنا بهم، اجاني الأستاذ ناظم نعيم وقدم لي أغنية وغنيتها بأول حفلة. أي أغنية؟ يا يما ذاك هواي شن على شوفي جاي، خلي يقرب وشوفي ما يضر عندك راي. الله الله، هذا الكلام هو جابه، ما أتذكر كلمات من اللحن، لحنه الأستاذ ناظم نعيم. ناظم نعيم. وبعدين الكلام هو اللي أغنية ريفية يعني. طيب جئت الشعراء طبعا هذول يعني ناس طيبين والتزموني، فشاروا علي. أنا كنت بالمسرح أغني موال لبناني، أغني أغاني مصرية. البيت أبو ذية يقول من مثلي بهوى ليهوى خاطر. شوف المعنى، يعني من يخاطر بحياته؟ من مثلي بهوى ليهوى خاطر. الله. تعنى وما كسر للولف، هنا صار خاطر تغير. نشت الريح الهوى، نشت الريح عنكم حين خطر. خاطر وغيرك بالقلب ما خطر لي. الله الله. فهذه شلون ما عشقاني هذا؟ أكيد. فقمت أحفظ الأغاني الريفية وبدأت أرني. أول أغنية قلتي الأستاذ ناظم نعيم هو اللي لحنها، كانت أي أغنية؟ يا يما ذاك هواي.
بعدها الأغاني اللي قدمتيها بالفترة الأولى ونجحت تذكريهم؟ والله هي يعني كانوا يلحنوا لبعض الملحنين طبعا هواي أغاني لكن الأغاني اللي حسيتي هي سبب شهرة وحيدة خليل اللي صاعدت وحيدة خليل. والله الأغاني مالتي أتصور ما أدري هذا هم حكم الجمهور بعد أنا أغاني أتصورها كلها حلوة لأن إذا يجيبوا لي كلام كانوا أنا مو مجرد ما يجيبوا لي الكلام أقبله أنا أفحصه وأشوف معانيه إذا بي أشياء مائعة ما كنت أغنيها أرفضها رأسا وما دزيت أغنية جت هنا للجنة للفحص ما حد رجعها لأن أفحصها بعد ما تتأكدين من الكلام جميل أتأكد وهم يوضعون اللحن وأيضا اللحن أنا ما أدري أقول لك فتشي من الله يعني ما أعرف ليش يجي الملحن حتى أنا أتناقش وياه بالألحان أحيانا أقول له شو تشوف لو هاي تصير هيجي لو هاي يقول لي والله حق وياك فدائما نقعد نتناقش يعني نبدي رأينا احنا اثنين آني والملحن. طيب ست وحيدة لو قلت لك اريد اسمع الوان الغناء الريفي مع كل لون نموذج صغير والطبلة موجودة والله لا لان الابوذية وهاي الاشياء ما يحتاج لها طبلة. ما يحتاج لها طبلة البستات البستات مثلا يمنها موجودة اذا احتاج انا اذا شو تحبين اغني لك او الانواع نوع نوع ونموذج صغير بس الابوذية تتكمل لازم ايه نسمع اغني لك البيت اللي قلته هسه او تردين غيره على راحت كل اللي تختاري انت حلو طبعا هذا الجمهوري ولكل الناس اللي يسمعوني هم عيوني من مثلي من مثلي بهوى الهوى خطر خطر يبت عنا وما كسر للولي تعنى تعنى وما كسر للوليف خطر خطر يا بني شت الريح عنكم حين نشدت الريح أنا نشدت الريح عنكم حين خطر خطر يا بو غيرك بالقلب ما خطر لي هذا الأبوذية هسه نجي على السويحلي أولي وياك إش حجينا وياك إش حجينا مبعد سبب يا زين يحرم علينا غيرك تشوف العين ولي الله الله هذا السواحلي هذا هسه راح اقوله النايل
دار وين الولف يا دار دليني دليني يا دار ليش الولف يما وحدي مخلين مخليني لحلف على كل بشر غارك فلا لاغي ألاغي ترى وانت لعليك القلب يا يما عجل يبكي وسكيت أسكيت بيه. حلو حلو حلو. أول لحن التقيت بيه بعباس جميل و... السبب لكونه هو الملحن الوحيد حاليا يعني مع في السنين الأخيرة هذا اللي سمعنا صحيح؟ نعم والله أني الإخوان لحنوا لي هواية بس ألحان عباس عجبتني كثير وعباس كان دائما يتردد يمي فتعودت عليه يعني صرنا مثل كأسرة كان بيتهم قريب علينا جيران فهو طبعا أقرب من الباقي يعني مثلا المسافة المواصلات والهذه فهو اللي كان يجيني أكثر لقاءاتكم الفنية كانت أكثر ولذلك أكثر ودائما يعني يجيب لي ألحان جديدة ويسمعني إياها وحقيقة ألحانة كانت تعجبني ولهذا تقريبا آخر يعني الألحان كلها من ألحان أول لحن لمحمد جميل عباس جميل عفوا نعم أتصور كان سبحان الجمعان بغير ميعاد سبحان الجمعان وأشهر لحن غنيتي لعباس جميل هي كلها تقريبا بس قلت لك هذا ذوق الجمهور هو يعتمد على الجمهور كثير من الفنانين عين بعين و تشاوينين ابدي لك تشاوين اهلنا فقالوا بانه تشاوين اهلنا هي ابرز الحان وحيده خليل نعم اللي لحنها عباس جميل نعم لان لحنها كلش صعب نسمع منها شوي واني احفظ من تشاوين اهلنا ماني صحيت يمحى تشاوين اهلنا يا يما تشاوين اهلنا والفج اهل وبالدار وابعد ضعنا ولي يما وابعد ضعنا ماني صحيت يما حا تشاوين اهلنا تشاوين تشاوين اهلنا شكرا ست وحيده عفوا يقال وحيده خليل عندها راي بمواصفات المطرب عندها مواصفات هي تشوف اذا ما تتوفر بالمغني لا يمكن ان نطلق عليه مطرب المواصفات هاي المواصفات المغني ويقول اني مطرب تحبين اقول بصراحه يعني تمام المطرب أو الفنان مثلا أو مغني المطرب واحد والمغني واحد والمغني واحد والمنولوجست واحد واحد المنولوجست يغني طقطقات أشو هنا جماعتنا الله يسلمهم المنولوجست سووه مطرب مطربة المغنية مطربة ومطرب والعد المطرب شو تسموه يقول أفد اسم آخر لأن هذول صاروا مطربين ذيعوهم هذا مو صحيح كل واحد يصيحوا باسمه فالمطرب إذا ما يجيد الموالات ويجيد الأبوذيات والسويحليات والنايل هذا يصيح لأن هذا يراد لنفس أو ليالي مقامات عراقية طبعا هذا مطرب ما ليجي المطرب يغني له محفوظة
يسموه مطرب هذا أنا برأيي هذا كفر، يعني كفر بحق المطربين، مو لكون الآن لا 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 العفو عموما يعني. أي ست وحيدة، نعم، مجموعة أسماء حقراهم وأريد رأيك بأصواتهم أو تعريفات لأصواتهم. والله ست نضال أصور هنا بها بعض من الأحراج يعني الله يخليش، بس يعني اللي أعرف أنت صريحة جدا. إيه لكن الصراحة أحيانا. طيب يعني أقرأ الأسماء وشوفي أنت. ضد زهور حسين، حلو، بالأخير صوتها خرب، صارت بحات أكثر من اللزوم، بس في وقته بالأول أنا هواية أطرب له صوتها بحنان. سليمة مراد، سليمة مراد صوتها للبستات طبعا، ما الموالات وهاي الأشياء ما كانت تقدر تغني أغاني مثل ما قلت لشاني هسه الروح ما تقبل ملامة، بس بس مو ما تغني آهات يعني صوت محدود تقدرين تقولين تقريبا. عفيفة اسكندر، والله هاني أقول لك يعني أنت راح تجيبيني بالتسلسل وما أدري شنو، كلهم فنانين مطربين زينين و ما إذا نزهت كلهم زينين. لمعة توفيق، كلهم زينين. لمعة تغني الآهات وتغني. ننتقل إلى المطربي الريف، مطربي الريف اللي تحبين أصواتهم، أصوات رجالية. أنا المر طيب، فداخل حسن رح أقولهم سوا، داخل حسن، حضيري أبو عزيز، ناصر حكيم، وبعد أنت ذكريني هم هواية. خلي نبقى عند أبرز ثلاث أصوات. أنا داخل حسن، حضيري أبو عزيز، ناصر حكيم. والله ناصر حكيم صوته حلو من يغني كأنما واحد جاهل ده يغني طفل، بس يعني هو ما غير، مشى بهذا الطريق بعد ما طلع منه بقى بنفس المكان. وداخل، داخل صوته يعجبني وقدر ينوع. حضيري الله يرحمه، حضيري وخصوصا صوت داخل حسن هواية يعجبني ولو صغير هو صوته. حضيري ما سمعت العفو، ما سمعت الجواب. أنا حضيري أبو عزيز، لا قلت لك جميل، يعني حضيري جميل صوت. نعم بس يبقى داخل، بس أنا يعني هاي أذواق قلنا أنا أميل الصوت داخل حسن، صوته محدود لكن بيه حلاوة. عرفت بأنه أنتوا قدمتوا أعمال فنية مشتركة، أنت وداخل وحضيري وناصر حكيم، قسم منها تمثيل وغناء وقسم منها حفلات غنائية على الهواء بالتلفزيون. والله يا حبيبتي احنا اجينا صحيح، هو غنى وهو تمثيل، اطلع اني بتعمل حضيري، وحضيري الله يرحمه مفارقنا من زمان، واجا يدور راكب على الفرس ويطببون الفرس للاستوديو، تصوري يسوون تنور بالاستوديو واني واقفة اخبز. تخبزون صدق بالاستوديو؟ نخبز هيك عجينة هو حاطين شوية هذا فد شيء احمر، احنا نلزق العجينة مثل الخبز، حاطين قلوب احمر معروف يعني مثل النار. فحضيري يجي يسأل على بيت عمه ويجي يسألني إلي، قلت له هناك بيتهم بيت فلان مثلا، قال لي انت منو بتمن؟ قلت له انا بيت فلان، قال لعد انت بيت فلان واذا انت بتعمي. انا باوع، قلت له انت شو تقول؟ تروح روح الهلي تفاهم وياهم، هذا ينزل من الفرس اجيبه واجي قلت لهم هذا الرجال يسأل عليكم واذا يطلع ابن عمي. وتبدأ قصة حب، تبدأ بعد ابن عمي اجى وهنا العشائر احنا ضروري كردينك مندي لازم تأخذ ابن عمها ماكو شارع، فعلى اساس هذا خطبوني لابن عمي. هالمرة انا امشي مثلا بالشارع بالسوق الناس كلهم هاي مرت حضيري، هاي مرت حضيري، قلت لهم لكم يا عابيكم الحسين مرت حضيري سوتوني، ولكم حضيري أخويا، لا 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 أنا بطلت من هالشغلة، قلت لهم عمي أنا هالنوبة لا لا بعد ما أطلع وياكم هالتمثيلية وبطلت عنهم، منين ما أمشي يصيحون علي، قلت هاي خوش دالغة أنا مبطلة من هاي. أغاني ثنائية، من المطربين الريفين اللي قدمتي ويا أغاني ثنائية؟ أغنيت ويا عبد الواحد جمعة وجواد وادي، غنيت أغنية على الأرض
أنا غنيت للأرض وغنيت للقمر وغنيت للفلاح. للقمر؟ أي طبعا. قبل الاكتشاف ولا بعد؟ لا بالاكتشاف. فغنيت للأرض ألحان محمد، أستاذ محمد محسن، أشجع الفلاح يرجع للريف، مكانه مو بالمدينة، مكانه بالريف، والمسحاء تبكي عليه، يعني من هالأشياء يعني غنيت. وغنيت ويا الجماعة أغنية يا أرضنا. ست وحيدة، نعم. البرنامج استضاف داخل حسن. داخل حسن قال كل مطربين الريف أكبر مني، رأيك؟ والله أنا ما أعرف بهم، لأن هذول هم أكبر مني سنا وهم أقدم مني بالمصلحة. أنا جيت أخير الكل. فما تدرين ياهو الأكبر ياهو؟ ما أدري. طيب من المطربات أصغر منك؟ المطربات الريفيات هذا هم إحراج. يا بأني أكبرهم كلهم، وهذا وجهي والجمهور يحكم، وأني أكبرهم كلهم، وهذا شكوا بيها ما بيها شيء، كل صغير يكبر الإنسان. بس يكون الفنان، ترى الفنان ما ينقاس، العفو يعني بعمره، صحيح. بالعمر الفنان القوي ويقدر صوت عنده يؤدي، إن شاء الله يمشي على الأكازة. هو الشباب الدائم، العطاء الدائم الشباب. ست وحيدة، نعم. عندي شوية صور أريد تشوفيهم وتتذكرين وين أخذتيهم. فنشوف أول صورة. هذه أخذتها طبعا ببغداد هنا بال 55. الصورة الثانية، هاي الصورة الثانية همينا ببغداد، كنت طالعة بحفلة ورجعت، رحت أخذتها. هذه الصورة كانت راجعة من بيروت تقريبا 52 53. هاي الصورة بالديوانية كانت حفلة هنا أنا على المسرح ببغداد. أي سنة؟ تقريبا 56. هاي الصورة هذا ابني حكمة؟ لا، هذا أصغر من حكمة. وهاي آني وشنتي وبنتي. هذه الصورة أول ما دخلت الإذاعة يعني 51. منو كان؟ كان بالاستوديو عند الشقمخشي مسجل اسطوانات، وهذا يمي واقف داخل حسن والأخوان الموسيقيين. هذه بأمريكا لما رحت رحلة فنية. طيب ست وحيدة، احنا من خلال الصور شفنا صورة مع الأولاد وزوجة واحد منهم، فليه هسه ما عرفنا، احنا بس نعرف أم حكمة، فما عرفنا عدد الأولاد، كم ولد كم بنية عندي؟ عندي 3 ولد وبنية. متزوجين كلهم؟ 2 متزوجين، عبد الرزاق الكبير، وحكمة الوسطاني، وفلاح صغير. 2 متزوجين وعندهم أولاد، حكمة عند بنية ولد هسه، وهذا الصغير والبنية زوجتها عندها ولد. ست وحيدة، لما زرنا البيت شفنا عندك بالبيت أطفال صغار، فذولا أولاد من؟ أي واحد من الولد؟ هذولا قسم منهم بنية ولد، ولد حكمة، لأن حكمة عند بنية بنتها كبيرة 4 سنين، وابنها تصور سنتين وشوية، ووحدة وهذول الجيران، لأن أنا أحب الأطفال. فمثلا أمهاتهم عندهم شغل، يروحون مثلا للسوق، لو فد شي جيراننا ماكو أحد بالبيت، فيتركون الأطفال، يجيبون ولدهم. حكمة أنت قاعدة مطلعين، هذول الجهال يمك يلعبون هناك، ترم ما يخالف عيني أخلي الجهال يمي. يعني سويتي حضانة صغيرة؟ سويتي حضانة، ألتهي وياهم، لأن أنا ماكو عندي أحد بالبيت طول النهار. زوجة ابني موظفة، وابني طبعا موظف، وكلهم يرحون لأشغالهم، وأنا أظل بالبيت وحدي ألتهي ويا ذول الأطفال الصغار. نعم. ما صادف واحد من أولادك كان موهوب موهبة فنية معينة؟ والله يا حبيبتي كانت البنية أحيانا تغني صوتها حلو، وولدي كلهم يحفظون الأغنية اللي يجيبها الشاعر، يحفظوها قبل لا أنا أحفظها. كثير هيك عندهم، ولا واحد منهم؟ لكن أنا ما خليتهم صدق، يعني إحنا عهد اللي جينا عشنا به كان الفنان ومقدر.
عند الجمهور. فمش كانوا يقيموا له وزن. بينما هذا فنان ويشتغل مؤسسة حكومية ما كانوا يديروا له بال، يعتبروا هذا ما أعرف شيء خوف. فأني مش متخليها، ما انطيتها مجالي. أحيانا تغني كانت مثلا بغرفة الوشي، قلت الله الله صرتي لي مطربة على آخر الزمن، بس سكتي أصيح لي. إن القساوة اللي أنتوا قساوة إحنا شفناها، بس هسه بتحكمت هذه تقريبا تشبهني، ولهذا أنا أحبها هواي أحبها. فصوتها من تبكي أو تعيط يعني مبين نبرات الصوت. فهذه إن شاء الله أسويها فنانة المستقبل إن شاء الله، لأن بهذا العهد الزاهر اللي قدرت الفنان وخلته بمكانة نتلوق به بعد هالخبرة الطويلة، حتما تقدرين تقدمي لهم. والله أنا الأقولة دائما يجددون بأغانيهم ويصيرون حسنين السلوك ولا يصيبهم الغرور. ترى هذا الغرور أبدا مو زين، هو اللي ما راح يقتل الفنان. صحيح. فينجحون، لسانهم طيب ولا يتكبرون على فنان اللي أكبر منهم وضوالهم الطريق، سواء كان مغني أو كان رسام أو كان ممثل. يعني لازم الصغير يحترم الكبير. قطعا. نعم. ست وحيدة، أنت الآن متقاعدة النهار تقضي مع الأطفال. نعم. فبعد هذا أوقات الراحة شو تسوين؟ والله أقرأ أحيانا قصص. وبعد أخيط. حلو. يعني أقدر أقول هذا الهاشمي الجميل هو من خيار؟ لا لا والله. هذا اشتريته في وقته، هذا من الكويت. أنا ما أقدر أطرز هيك أشغال. طيب وبعد؟ بس مثلا دشاديش للبيت من هاي الأشياء أقعد أني أخيط. طبخ شلون طبخت؟ الطبخ طبعا هذا شاطر. يعني أني هم طباخة وهم أم بيت وهم مدبرة وهم فنانة، اشتردين طماطة على كل شكل يرهم. والسهرة كيف تقضيها؟ ماكو التلفزيون مقابلته، أنتظر بفارغ الصبر لما يصير الليل من فتح التلفزيون. ست وحيدة، بنهاية لقائنا احنا نشكرك ونتمنى لك اوقات سعيدة وعمر مديد وصحة يا رب. شكرا. الله يحفظك. ونسمع صوتك على طول وانتي تقدمين الاغاني الحلوة. شكرا عيوني. وارجو ان ما نكون تعبناك. لا بالعكس. وانتي والمشاهدين الكرام تصبحون على خير، والى اللقاء.